ايش صار على الصيصانة ملونة؟ هذا السؤال اللي يجيني في هذه الفترة، وبنرد على هذا السؤال في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طلال طلول، رجعنا لكم فيديو جديد. زي ما تعودنا كل يوم نبدأ بالشكر، شكرا على التفاعل في المقاطع اللي فاتت. مبارك عليكم شهر رمضان قبل الزحمة، ما عاد بقى على رمضان إلا 17 يوم، اللهم بلغنا رمضان، والله يقوينا على صيام رمضان والطاعات في رمضان بإذن الله. فيديو اليوم يا شباب، أنا اشتريت في الشهر اللي فات تقريبا 6 حيوانات: الصيصان الملونة، السمان، الدرة، والروز، واليوم بنتكلم عنهم وبنقول وين راحوا ومين باقي موجود معنا لليوم. وأول شيء بنبدأ بالصيصان الملونة، يعني ما كنت بسوي عليها مقطع، كنت منزل مقطع شورت بس شفت التفاعل جدا عالي على المقطع حقهم. بنتكلم عن الصيصان الملونة. الصيصان الملونة زي ما انتم شفتوا في اخر تصوير لي معهم كان صحتهم مره ممتازه، واطلعهم كانوا مره سليمين. حطيت لهم اكل والصوص الاحمر نقر عين الصوص الاصفر، بعدها حالته بدت تسوء 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 لين مات، وما عاد بقى معي الا الاحمر. الاحمر ماني قايل لكم قصته، بوريكم فيديو بعدين اكمل لكم القصه حقته. اكلتهم امي، بالعافيه بالعافيه بالعافيه، محتواك راح. اكلت ام المحتوى. هو ما يتعذب ما تاكله. اوف اوف والله جوا ياكلون. تفضل تفضل تفضل. يا انا وانا وانا اخي اخي. الله لا تفدين دين. قل لك قطع ام صندوق قطع ام. ما قطع. ايوه زي ما انتم شفتوا في الفيديو هذا، شفتوا وين راح الصوص الاحمر؟ حطيته هنا في هذا المكان، فقفلت الباب هذا بعد، والبساس من وين تدخل؟ من هنا. يعني لازم اكون مقفل الشباك هذا بالامان، ما كنت مقفله بالامان، وعندني هنا البساس يفكون الطاقة عادي، يعني اذا كانت الطاقة ما فيها امان يفكونها ويدخلون. فصار اللي صار، كان هنا وهنا صارت الجريمة، وانسحب لين محل عيالها، وعيالها كملوا في الوجبة. وهذه كانت سلسلة الصيصان، انتهت بهذه الطريقة للاسف. كنت ابغى اشوفهم يكبرون ويعني وننتج منهم، بس للاسف يعني مو كل تجربة تنجح. فهذه التجربة فشلت بطريقة غريبة جدا، يعني الصيصان انا دائما اشتريها وتموت طبيعي، بس هذه ماتت موتة غير طبيعية. خلينا نخش على الحيوان اللي بعده اللي هو السمان. السمان وين راح؟ خلونا نطلعكم السطح عشان تشوفون، اشرح لكم شرح كذا دقيق عن اللي صار في السمان. بعد اوريكم بعد الصيصان اللي فوق قدنا مره واحده، نتكلم عن الصيصان اللي صورناها بعد في المقاطع اللي فاتت. شوفوا ما شاء الله الصيصان كيف كبروا ومع امهم، كبروا صاروا نفس حجم الصيصان ذلك من جبتهم. شوفوا كيف كبروا مع امهم، وهذول اللي جابوا بيض ويلعبون فيه زي كل يوم. خلونا هنا نيجي للسمان، شوفوا كيف طبعات رجولهم باقي موجوده. زي ما قلت لكم السمان يطير من تحت لفوق، يعني ينط ويطير. فنطوا من هنا ويروحون، وعندهم ارتفاع يعني هم في السطح، ما كنت اعرف هذا الشيء اول ما جبتهم. فكانوا ينطون ويطيرون، ما عاد لحقت الا على تقريبا خمسه، وقفلت عليهم هذا القفص، والخمسه هذا اللي ماتوا. يجي الواحد يطلع يروح كذا وما عاد يرجع للمويه. الطيور غبيه جدا، يعني لو بجيب مره ثانيه باذن الله سمان بحطهم في شبك زي كذا، في شبك اصغر من هذا بحطه، اذا بجيب سمان بخليه خاص كذا للسمان. شوفوهم طلعوا ورا الأم 24 ساعة ورا الأم، 1 2 3 4 5، هذا اللي خمسة، ستة، عددهم ستة بس. شوفوا وين راحوا، هذه فرصتي أعدهم. واحد الأول طلع، الثاني الثالث، ستة بس، في اثنين شكلهم ماتوا، مو واحد، اثنين ماتوا. بس شوفوا كيف حلوين مرة، حلوين مرة. والديك يحاول يضرب الأم، عندهم طريق منارة، شوفوا هذا طريق منارة، يمشون كذا لين يوصلون هناك. أمهم علمتهم. هذول هم الصيصان، وما شاء الله كبروا صحتهم ممتازة جدا لأنهم مع أمهم، وألوانهم حتى جميلة. شوفوا كيف خوافين مرة، هذا لونه بني واسود، هذا اصفر واسود، سبحان الله كذا خلقتهم، الوانهم حلوة مرة. دخلت الام هنا عشان تروح لعيالها، هي تبغى تخش لعيالها، وعيالها مو بعارفين كيف يوصلوا لها، اغبياء جدا. الام هنا والصوص كانوا هناك، خايفين مني. ايش فيك انت؟ ايش فيك كذا متوتره؟ والحين باقي دور الدره والروز، بنصورهم مع بعض. وفي ضيف بعد جبته امس كان الجمعه، وجبت نزلت سوق الطيور، ومو بنا اللي جبته صراحه، سلمان اشترى بعد، فبنوريكم الضيف بعد الجديد. خلنا نروح نشوفهم، نروح لهم محلهم، اوريكم بعد محلهم الجديد، محصن جدا، حمايه عاليه. كنت حاط الفروخ هنا في هذه الغرفه بعد ما الشيء اللي صار للصيصان، خفت عليهم مره. هذوليك فروخ يعني كان ب 15 ريال، لكن فروخ الببغاوات انتم تعرفون اقل الفرخ ب 200 ريال او 150 ريال، هذولي خفت عليهم مره وحطيتهم في المكان هذا. الدجاجة كذا ولا كذا بتنأكل يعني، فنأكلت هي صوصة، خلاص وش نسوي؟ خلنا الحين نروح للدرة والروز والحيوان الجديد اللي جابه سلمان أمس في يوم الجمعة. شوفوا هذا محل الفروخ، شوف الفروخ حطيتهم تحت هنا،
في القفص، يعني ما في اي بس يقدر يدخل في القفص. حضانات هذا لهم، شوفوا ما شاء الله الدرة، وهذا الرويس، وهذا الطير الجديد اللي هو الكروان. الحين اصور لكم اياه كذا تصوير واضح. الحين قبل ان اوريكم الدرة ابوريكم شكله قبل اسبوع تقريبا، يبغى له حق اسبوع بيطلع الريش، بيبدا يطلع الريش. شوفوا هذا الدرة الهندي، صحته ما شاء الله ممتازة وحركته كويسة. وشوف الحوصلة فاضية، يعني يبغى له اكل. بتحصلون في المتجر تحت في صندوق الوصف، بوريكم الحين. شوف شكله الحين، هذا شكله الحين ما شاء الله. شوف الريش طلع بس باقي ما تفكك، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الشكل، شوفوا الريش خلاص اكتمل، يعني مو اكتمل يعني طلع بس باقي ما تفكك. شوفوا اللون الاخضر بدا يوضح وراه، وظهره بدا يطلع ريش. شفتوا كيف اول ما خذيته مره كان بدون اي ريشه. شوفوا الحين كذا، انا الحين اشتريته ب 260، الحين بهذا الشكل بهذا الحجم يجيب لي تقريبا 350 الى 400 ريال بهذا الحجم وهذا الشكل. هما بس جلس من عندي اسبوع واحد بس. الطير اللي بعده هنا الروز، شوفوا شوف ما شاء الله خلاص هذا بدا يطلع. هذا حق سلمان، شوفوا ما شاء الله، يعني هذا ما نشوف الجلد بس الريش ما اكتمل. وهنا شوفوا من عندنا الكروان الهولندي، اللون اسود ولجنها فيها ابيض، هذا ريشه مكتمل تقريبا، هذا يعني يبغى له حق اسبوعين وبيطير. شوفوا حجمه عند الدره، الدره هو باقي فرخ مره. شوفوا ما شاء الله حجمه، وهذا الكروان، شوف الحجم، وهذا فرخ الروز، حجمه صغير جدا وتقريبا هو اكبر واحد فيهم في العمر. شوفوا لانه بدا يمشي ويفهم كلمه تعال، شوف تعال 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 يلا. شوف هذا اللي يفهم تعال، الباقي كلهم ما يفهمون. شوف كلهم جعانين الحين ما شاء الله. هذه الطريقه يتعلم الطيران، شوف قاعد يحاول يطير، يعني ما عاد بقى له شيء تقريبا اسبوع كذا. هذول الاثنين اللي عندي ياكلون فرسلاقه، سريلاك فرسلاقه، وهذا ياكل السريلاك اللي عندي اللي في المتجر، يعني هذول نوع وهذا نوع. الحين بصلح له سريلاك واجي. طبعا السريلاك اللي ساعد على النمو السريع هذا بعد الله، هذا هو السريلاك اللي استخدمه، وتلقون رابط المتجر تحت في الكومنت، توصيل على جميع انحاء المملكه وخارج المملكه، توصيل لين عند باب البيت. سريلاك يعني شفتوا انتم من اسبوع من ولا ريشه الى هذا يعني الحجم اللي تشوفونه قدامكم، سريلاك جدا ما شاء الله. فيه كل الفيتامينات اللي يحتاجها الفرخ بإذن الله. يعني السريلاك المستخدم للكروان والروز فرسلاقة 21، من السريلاكات الممتازة صراحة، بس أنا فضلت الثاني، نزلته في المتجر لأني شفت الفوائد حقه بانت بسرعة. يعني فرسلاقة كويس، أي 21 مرة ممتاز، من السريلاكات اللي كنت أستخدمه وسهل التحضير صراحة، وريحته حلوة مرة أحلى من السريلاك الثاني هذا، بس كل واحد له فوائده. وأشوف أن اللي ناسبني مرة هذاك اللي نزلته عندي في المتجر. فرسلاقة يمكن أنزله عندي في المتجر لأنه كويس حتى هو، بس اللي أشوفه ناسبني مرة ونتيجته بانت في اسبوع واحد بس من فيتامينات وصحة الفرخ هذا صراحة. انا استخدمت هذا تقريبا حدود الاربع شهور او الخمسة شهور، بس هذا استخدمته وشفت فوائده طلعت بسرعة جدا. مو بعشان انا عندي في المتجر اسوق له، لا والله اني فاتح القناة اصلا هذه للفائدة، وهذا فادني مرة. وانتم تشوفون حطيت لكم صورة الفرخ قبل اسبوع، حطيت لكم اياها الحين، نمو سريع جدا. يعني حتى لو تبي تطلبه من محل ثاني، عندك موقع ثاني تطلبه منه، تبي تروح محل الطيور تشتري، انا انصحك بذا. يعني حتى لو ما راح تشتري في المتجر انا انصحك بذا. عندنا فرخ الروز هذا وصل للعمر اللي لازم تحطه بعيد وتناديه وتاكله. شوفوا تعال تعال، ما تاكله الا اذا جاك، هذا العمر يلا ورجعه زي ذي الحركه، عشان اذا كبر يصير اليف مره. تعال 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 يلا. وزي كذا على ذي الحركه كرر كرر، يا انك تنادي باسم او انك تقول له تعال، عشان اذا كبر يجيك. هذا عندنا الكروان، يعني كبر صراحه فبتعبني في تعال والهدد، حجمه كبير شويه. يلا تعال 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 تعال. شوف هذا ما راح يجيني، بس انا اجيه واقول له تعال وابعد شويه 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 لين اصير اسحبه بالابره. تعال يلا تعال، شوفوا بدا يقدم راسه. ترى هذا اول ما جبته ما ياكل اصلا، بس الحين يلا بيتعبني في التدريب. يلا تعال. وزي كذا لين تتعب منه وتطفش تغرغر داخلي، هذا اللي يجيك يعني ما يفهم. طبعا خلاص يعني تعبني وانا اقول له تعال وذوقته، نعطيه حصص متفارقه وخفيفه عشان لا يطفش، وخلاص الحين نعطيه الغر الداخلي. طبعا الطير شوي عبيط، لازم يعني نخش في معركه خفيفه، افتح فمه
عشان لا اعوره، واجي كذا. هذا الكروان واضح انه رعيه، يعني كان ياكل غر داخلي، يعني تحط يدك يقبل الغر، اما تمد له الابره ما يجيها. هذا واضح انه رعيه كان يغر غر داخلي، فعشان كذا بتعبني في الهدد، واحتمال يعني بيكون هدد مزاجي لانه كبير. فافضل شيء انك تاخذ نفس حجم الدره او نفس حجم الروز اللي عندي عشان تبدا معاه هدد وما يتعبك في الهدد، بالذات اذا كنت مبتدئ بتتعب وبتطفش وتمل من الشغله هذه. فاخذ واحد عمر صغير نفس ما انا اخذ. شفت كيف خذيت الدره وباقي الدره؟ يعني الحين علمت على الغر بس ما قد ما علمت على الهدد، ما بدأت معاه في تدريبات الهدد اللي هي اني احط الطير بعيد واناديه ويجيني واكله. هذه بدايات الهدد بدأت معاه، لكن باذن الله نبدا معاه في الاسبوع الجاي. الحين جبت لكم العائله القاتله، هذه اللي نفذت الجريمه، جريمه القتل. هذه هذا الاول، هذا سفاح، شوفين حمراء عيونه زرقاء بس انعكاس حقه احمر. اوه المجرمه، شوفوهم صورناهم كذا تصوير خفيف. طبعا هذه قصتها ايش؟ هذه جبتها تبني وما كنت ادري انها حامل، وجلست عندي تقريبا شهرين ثلاثه وجابت هذولي كلهم، واحلى واحد فيهم هذا الابيض، ما كان يعني اخوهم، كلهم اشكال، كل واحد له لونه الخاص. وزي ما قلت لكم يا شباب ما عاد بقى شيء على ال 100,000، قطعنا نص المشوار، الحين بخش 60,000 مشترك، الله يعطيكم الف عافيه، منورين المشتركين الجدد، الله يسعدكم، هذه القناه قناتكم، وباذن الله بتشوفون مقاطع ترضيكم وترضى اصبعكم اللي سوى اشتراك، باذن الله. قطعنا فوق النص للوصول الى 100,000، الحين دخلنا على 60,000، ما عاد بقى شيء، تقريبا 2000 ونخش 60,000، حاولوا انكم توقفون معي باللايكات، المشترك يعني يعطي لايكات، يسوي تفاعل كومنت في المقطع، واللي مو مشترك يشترك عشان نوصل لل 100,000. وبس يا شباب الى هنا يكون انتهى المقطع، ان شاء الله نال على اعجابكم، وزي ما قلت لكم لا تنسون لايك والاشتراك، باذن الله اشوفكم في المقطع الجاي، والسلام عليكم.